السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام أصدقاء البرنامج من هنا من قرية بدال الحبيبة في شمال شرق مكة المكرمة، أسعد الله صباحكم. نعود إليكم مجددا متابعينا الكرام في فقرتكم الجميلة التي نالت على إعجاب الجميع من الحكم والأمثال، وفي أول حكمنا في هذا الصباح الجميل يقول: لو اطلعت على ما في قلوب الآخرين من الهموم لحمدت الله على ما في قلبك. جرب الكلام على نفسك قبل أن ترميه في نفوس الآخرين. الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة، فوق القرابة، وكذلك فوق الحب أيضا. احترام ما في دنيا خربوط. أنا لا أكره أحدا، ولكنني أغلق الأبواب وأنسى وين حطيت مفاتيحها. إذا شعرت بأنك قليل أدب فأنت مؤدب، لأن قليلين الأدب لا يشعرون أبدا. وإلى هنا سادتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا في هذا الصباح الجميل، ونتمنى لكم صباحا سعيدا ومشاهدة ممتعة، على أمل أن نلقاكم وقتا آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.